النتائج. في رأي حضرتك من الاتفاق الإيراني مع دول 5+1 مين اللي مستفيد؟ إيران. البعض بيؤكد انها امريكا وبامتياز، لانه هذا الاتفاق اتاح لامريكا حاجتين مهمين. هقول لحضرتك، ايران فرضت ارادتها والولايات المتحدة بتحاول تستفيد من هذا الوضع اللي هو قلنا ايه، انها بتقول لدول الخليج انا هحميكوا انا هوفر لكم. بس كده ده قالت لهم ايران ليست عدو، ما هي بتحاول تطمنهم، بس انا هحميكوا اسمحوا لي ان انا احط عندكم صواريخ مضادة للصواريخ ويبقى في تواجد زيادة زي ما كانت عايزة تعمل الدرع الصاروخي. طبعا ما هو مكسب، خلي بال حضرتك الموضوع هي زي ما اسرائيل النهاردة رافضة ان ايران يبقى عندها تكنولوجيا نووية، الولايات المتحدة رافضة لان ايران في النهاية لن تتوافق مع الولايات المتحدة الامريكية، مش يعني مش هتبقى هي والولايات المتحدة الامريكية زي اسرائيل والولايات المتحدة ولا تركيا متوافقة مع الولايات المتحدة. لا طبعا متوافقة، ما انا بقول لحضرتك تركيا عضو في حلف شمال الاطلنطي، لن تستطيع دولة داخل حلف شمال الاطلنطي ان تخرج عن السياق. طب وبترى ازاي اذا هم يعني يختلفوا متوافقين؟ جوه الحلف في اختلافات ملوش علاقه جوه الحلف، ما احنا كده اخترنا عنصر جديد. لا لا اطلاقا، انا بقول لحضرتك الولايات المتحده بتستخدم حلف شمال الاطلنطي ذراع لتنفيذ مخططاتها. الولايات المتحده تسعى ان يكون حلف شمال الاطلنطي منظمه سياسيه عسكريه تهيمن على العالم وهي تهيمن على الحلف، فبتستخدمه لصالحها. تمام. حلف الشمال الاطلنطي 28 دوله منهم 21 دوله من الاتحاد الاوروبي، عشان كده برضه الاتحاد الاوروبي ما يقدرش يفك رغم ان هم عايزين يعني ينفصلوا، مش ينفصلوا لكن على بعض الاستقلال كيان قادر على المواجهه والنديه، لكن كل ده لن يكون. احنا بس عايزين نرجع عشان ما نطلعش زي ما حضرتك بتقولي بنستحضر عنصر جديد. ايران قدرت تفرض أن تستمر في برنامجها النووي وفي الحصول على التكنولوجيا النووية، الوضع الذي لا تستطيع الولايات المتحدة ولا إسرائيل أن تمنعه، لأن إحنا لو رجعنا كده للمفاعل النووي العراقي أول ما بدأوا يشموا نفسهم إيه اللي حصل؟ اتضرب على طول، لن يسمح. لكن ظروف الحرب العراقية الإيرانية سمحت لإيران، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي عمل كده يعني، ودورنا احنا بقى كعرب ان احنا منسكتش ونستكين يعني. قدرت إيران تطور برنامج الصواريخ بتاعتها، قدرت تهدد بالوصول إلى إسرائيل، كان هناك محاولات لفرض عقوبات اقتصادية عسى أن، وطبعا موضوع الفتن الداخلية عسى أن إيران تسقط من الداخل، كل ده فشل. وصل للحال بالظبط، وصل للحال ان الموضوع فلت من ايديهم. اي النهارده لو حد لو دوله فكرت تضرب ايران، ايران لديها القدره على الرد والله اعلم. طبعا دي ادوات القوه وبالتالي وعناصر الردع وبالتالي يعني. طب النهارده امريكا هتسيب الوضع في هذه المنطقه التي تعاني من السيوله؟ يعني حضرتك شايف ان امريكا بتتحرك في الاقليم لردع ايران ولا لفرض تواجدها لفرض الخرائط الجديده؟ ما هو حضرتك يعني لازم نفرق الاولويات. ترتب لي الاولويات حاجتين. رقم واحد مواجهه القوى البازغه سواء اقليميه او عالميه، وهنا ايران وروسيا والصين. ايران اقليميا، روسيا على المستوى الدولي، والصين على المستوى الدولي. روسيا اخطر لان القياده الموجوده في روسيا عندها نقول ايه والرغبه في العوده للنديه مثلما كان قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، يعني هي اللي بتسعى لل... بس جورج سورس بيقول انه الحرب العالميه الثالثه من وجهه نظره يعني هتكون بين الصين والولايات المتحده، وانه آن الاوان انه باي حال من الاحوال تقبل امريكا بالعمله الصينيه اليوان، وبالتالي روسيا هنا صحيح هي لاعب وعنده خبرة وكان جزء من منظومة القوة في القطبية الثنائية القطبية والكلام ده، لكن كمان الصين لم تختبر، وإذا اختبرت عندنا في التاريخ حكايات كتير. الصين لو شفنا مشاهد التطور بتاعتها بتنأى بنفسها عن أي أزمات دولية ومركزة قوي على الاقتصاد، ده الظاهر أمامنا جميعا، وفي نفس الوقت بتطور من قدراتها العسكرية، وما زالت الصين حتى الآن تعتبر نفسها دولة نامية حتى هذه اللحظة بتعتبر نفسها دولة نامية. السيناريوهات على المدى المتوسط مش هنقول القريب أن يكون هناك على عرش النظام العالمي قوتين أو أكثر، إما
الولايات المتحدة الأمريكية طرف وروسيا طرف، أو الولايات المتحدة طرف والصين طرف، أو الولايات المتحدة طرف وروسيا والصين طرف آخر. وهذه الأيام بتشهد تقارب بين روسيا والصين. والصين. فالأخطر الآن يعني أو الأكثر اقترابا من العنف روسيا.